أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمحبة. أحييكم وأرحب بكم من على أرضية ميدان التحدي، ومن على أرضية ميدان البصير بالتحديد. وفي هذا المحلي السادس، هذا المحلي السادس، وفي أول أيامه جوائز قيمة وأشواط كبيرة مدهشة نحو هذه الانطلاقات السلسة والمتميزة في صباح هذا اليوم. نبدأ حضورنا الكريم، نبدأ مع الشوط السابع الخاص للحقايق البكار من المسافة المقررة من اللجنة المنظمة. وشكرا أيتها اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بدولة قطر. هذه الأربعة كيلومترات الفاصلة عن ناموس وتحديات هذا الشوط، نبدأ مع الذيبة، مع المركز الأول والصدارة خالد بن حسن بن حمد بن جفال النعيمي، يقدم لنا الذيبة مع المركز الأول. لكن حصل تغيير، حصل دخول من شعار المجدور لكي يقدم لنا وزان عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور. مع المركز الأول يقدم أوزان مع المركز الأول، لكن حصل تغيير من قبل المركز الثاني، ثاني المراكز. هنا شعار النجمة الخضراء، هنا من يصل، هنا من يصل في هذه اللحظات، يصل شعار محمد بن راشد بن علي آل فهيده المري لكي يقدم لنا الحذرة. الدور مباشرة إلى المركز الثالث، ثالث المراكز. هناك نوف مع القريصي علي بن حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي، رابع المراكز. هناك من تصل في هذه اللحظات، هنا سحب علي بن محمد بن راشد بن شابل المري. بينما المركز الخامس، خامس المراكز، هناك جبارة هادية بن سالم بن هادية آل فهيده المري يقدم لنا جبارة مع المركز الخامس. لكن نعود والعود أحمد، نعود مع المركز الأول والصدارة، مع البداية هلولة، مع البداية. هناك الحذرة، الحذرة مع المركز الأول، هناك الحذرة. ألف هيدي محمد بن راشد بن علي ألف هيده المري يقدم لنا الحذرة، والكيلو قطعناها والتسعمية متر عبرناها. يا ألف هيدي يا راعي الحذرة، الجماعة قادمين. ثاني المراكز نوف مع القريصي علي بن حمد بن عبد الله مع المركز الثالث. لكن المركز الثاني وصلت أوزان مع المجدور يا باي. بينما المركز الثاني، ثاني المراكز، هنا الواصلة جبارة، جبارة هادية بن سالم بن هادية آل فهيده المرية. لكن أبو صالح مع المركز الأول، هنا راعي الحذرة، راعي الحذرة، راعي الحذرة، محمد بن راشد بن علي آل فهيده المري يقدم لنا الحذرة. ثاني المراكز يا راعي الحذرة، الخطورة من جبارة، جبارة، لكن الحذرة، الحذرة وجبارة. الفهيدي والفهيدي، الفهيدي والفهيدي يا باي. الفهيده
من ولعوا المنافسة، من ولعوا ومن أشعلوا للوقيدة في هذا الشوط. سلام يا راعي، سلام يا راعي الحذرة، سلام سلام لك يا محمد يا بن راشد يا بن علي يا الفهيدة المرية على هذا الفوز وهذا الانتصار. ثاني المراكز، ثاني المراكز وصلت اللي ما قصرت هنا جبارة، حادي بن سالم بن هادي ألف هيدة المري. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز وصلت النواعس راشد بن سيف بن علي بن سيف آل عذبة. بينما المركز الرابع، رابع المراكز وصلت مارية عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري. خامس المراكز، خامس المراكز وصلت الصداوية عتيق بن فاران بن عتيق آل بريد المري. تهانينا والناموس لمالك الحذرة من قطعت مسافة الأربعة كيلومترات وقدمت العرض لتشكر عليه، قطعت مسافة الخمسة كيلومترات في زمن وغدرة 6 دقائق بدون ثواني 41 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.